بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا سميع يا علي. فمن يعمل من الصالحات، أو التقطع مش يترتب عليه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، والصالحات هو منافق ولا مخادع ولا ممثل ولا معنى، ما أكثرهم من الممثلين خاصة في عالم الكرب، الممثلين قردة وخنازير بالنسبة لسيادهم في الشرق والغرب. كيف يتكلم معاك؟ أوكي باي باي، يعني ما فما ولا تشاو، يعني مثلا ما هكا يطمن قلبك اللي ما زالت فيه ريحة الإسلام. نقولوا سليمان ولا الإحسان، حيث رد بالكم المسخ والخصف القدر وريحة حمراء النار لهبة في الأسعار وغيره وغيره، والنار لهبة في خراب الأوطان من أهل الغادرين والعيون اللي تخدم في بني صهيون، تخدم في كلب ترامب وكلاب كيف السيسي وكيف كلب الشام وكلب وكلاب شبه جزيرة الكرب إلا من رحم الرب. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران سعي، ربي مشاتيك ويزيدك في الأجر. أنت عملت حسنة بسيطة لكن عند الله عظيمة، وتنال ما لم يكن في الأسباب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال نبينا خير البشر عليه الصلاة والسلام. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. ونكمل الآية في الشريط الآتي إن شاء الله تعالى.